طيب بص بقى يا محمد، احنا معانا دلوقتي برضو على التليفون كابتن ياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوة بالنادي الأهلي. يا كابتن ياسر، صباح الفل على حضرتك في البداية، صباح النور عليكي وعلى كل الأهلاوية. وعلى محمد بقى البطل بتاعنا الجميل. لا ده أساسي، ده أساسي ايوه محمد، ده حاجة جميلة يعني، ربنا والله يبارك يا كابتن فيك. ياسر، لسه كنا بنتكلم في موضوع عايزه بقى حضرتك تشاركنا فيه، فكره هنا الطفره اللي احنا شايفينها برضو للرياضيين بتوعنا، وفكره برضو الحماس الموجود والرياضه النسائيه اللي فعلا اختلفت على الارض. وهم بصراحه بقى لو هنتكلم هم اللي بيجيبوا لنا الميداليات، يعني كمان بنتكلم في العاب القوه. لا بجد الواحد مبسوط، يعني حقيقي في اختلاف كبير جدا على الارض الفتره الاخيره، فراي حضرتك ايه برضو؟ زي ما حضرتك قلتي بالظبط، هو في اختلاف كبير ان الرياضه النسائيه ابتدت يعني تاخد يعني الاهتمام اللي يناسبها، اللي يناسب حجمها ويناسب مصر كلها. الحمد لله بقى لنا نقول 4 سنين الاهتمام في زياده، وبنشوف كده في جميع الفرق الرياضيه واخرهم اعتقد كره القدم النسائيه اللي ابتدت تظهر دلوقتي. صحيح الأكاديمية، صحيح بالظبط، ودي حاجة طيبة طبعا، وطبعا بالنسبة لنادينا العزيز دي حاجة يعني الحمد لله طول عمره هو الليدرز يعني، هو صحيح وان شاء الله ان شاء الله نشوف حاجة كويسة السنين الجاية. حلوة قوي. احنا اتكلمنا برضو انا ومحمد عن يعني اولمبياد طوكيو والعاب القوة ومشاركته والاصابات اللي حصلت لبعض اللعيبة قبل يعني التأهل، فخلينا ننتقل كده برضو، عايزة اروح مع حضرتك ورسمين خطة ايه ليه نتكلم هنا اولمبياد باريس 2024. اعتقد امال المصريين كلها متوقف على الجدية والميداليات، واحنا اعتقد بقى كل يعني فترة بنبقى عايزين ميداليات اكتر، بنقارن باللي فات وعايزين احسن، فبرضو التجهيزات ايه للي جاي ان شاء الله يا كابتن ياسر؟ هو الحمد لله هو يعني اعتبارا من اولمبياد طوكيو واحنا في مرحله تجهيز لباريس ان شاء الله. فيما يخصنا احنا وبيخص ضيفنا العزيز مجدي، احنا طبعا الاولمبياد فاتت زي ما حضرتك قلتي لكورونا ومش عارفين هتلعب ولا مش هتلعب، والاستعداد قبلها اعتقد ما زادش عن 3 شهور. يعني ان شاء الله توقعاتنا بالنسبه لاولادنا ان احنا لا في حماس موجود من ساعه ما رجعنا، وارقامهم بتقول كده يعني. يعني برضو فيما يخص الكله بتاعتنا ومجدي ان احنا النهارده الحمد لله كل رمياتهم بتقل عن 20 متر دلوقتي. يعني خلال السنوات اللي فاتت لا كان احيانا بيبقى 18 احيانا 19، فالاستعداد والحماس موجود كويس عند كل الناس، والحمد لله ربنا يوفقهم باذن الله في باريس ان شاء الله. طيب هل في اي مشاكل، هل في اي حاجه انتم محتاجينها، هل في اي طلبات علشان لما نيجي بعد كده لاولمبياد 2024 نتكلم ان احنا وفرنا كل حاجه، كل حاجه متاحه، ولكن بقى الموضوع متوقف على الاداء؟ يعني هل في اي حاجه كابتن ياسر برضو حضرتك حابب تقولها من خلال 10 الصبح في الاهلي توصل لاي مسؤول بيسمعنا؟ اكيد طبعا اللي احنا بنطلبه الاهتمام المناسب، مش عايز يعني في احنا عندنا قائمه طلبات بنسلمها للاتحاد المصري ابقوا طبعا بخد دكتور سيف الله شاهين. الطلبات دي اعتقد ان هم برضو بدورهم بيوصلوها للوزاره واللجنه الاولمبيه، على اساس اللعيبه دول بيبقوا عايزين معسكرات وعايزين تدريبات في اماكن مناسبه، الادوات تكون مناسبه سواء كان جيمنيزيوم او ملعب رمي، المعسكرات والاحتكاك الخارجي. عندنا طبعا لسه طلبات ونتمنى ان احنا نقدر نوفرها باذن الله تعالى عشان نحصل على النتائج اللي احنا عايزينها. بالظبط، هي دي النقطة المهمة جدا، لازم يكون في يعني توفير لكافة الاحتياجات لأبطالنا في الرياضات المختلفة بصراحة، علشان بعد كده محدش يقدر يجي يقول أصل احنا أصل ما كانش في إمكانيات. يعني نتمنى فعلا إن أنتم تنالوا كل اللي محتاجينه علشان إن شاء الله أولمبياد 2024. كل التوفيق ليك كابتن ياسر، بشكرك جدا على وجودك معانا. أشكرك، أشكرك، صباح الخير يا جميعا، وتحياتي لمجدي. شكرا لحضرتك. طيب